الكونسيني بالنسبه لي كانت الوقت اللي قال ديجا بالديكتاسيون على الدوشا، الكونسيني كانت انك تفكر على الصعود القادمه العامريه حاجه انه تكون الكور تاعك اوفنسيف في الان زيرو. كما قلت انت وقت اللي دخلت انا ديجا هما هابين علينا، الترينر وصلني باش ما نخليش يطلع، الحمد لله كما قلت انت فيكتوار باهي تخلينا نخدموا مرتاحين اكثر. عاد بدايه جديده لوك جديد كاو كل مره كيفاش، ان شاء الله واحد ديما يطمح المخير ومن حسن الى احسن ان شاء الله. هذاك هو البروفيسيوناليزم خويا، نخدم على روحي وتوا جمعيتي النادي الرياضي صفاقسي نحاول نعطيه كل ما عندي وكاو. الحقيقه مرتاح على الاخر، ولاد الكل فرحانين بيا، قلت لك جروب جون كلنا وكاو ان شاء الله نمشيو لبعيد الشامبيونا وكاو. الحمد لله لافيس لا لافيس كليت مرفق. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.